لو بصينا على موبايلات فئة ال 4000 جنيه حاليا مش هنلاقي غير موبايلين بس موجودين، سامسونج A22 والانفينكس نوت 11. والسامسونج A22 مش بافضل معالج او عامه المعالج الموجود في السامسونج A22، في ناس كتير شايفه ان المعالج ده مش افضل حاجه وان اداؤه في الالعاب يعتبر متواضع، ما هوش الاداء القوي. وفي نفس الوقت لو عايز تاخد تجربه العاب اقوى هتروح للانفينكس نوت 11، وفي ناس كتير خايفه من انفينكس وبتقلق منها والكلام ده كله. ماذا لو جبت لك موبايلين من الاخر كده؟ الموبايلين دول مش بس بيتفوقوا على فئه ال 4000 جنيه، ده الموبايلات دي تقدر تتفوق على موبايلات فئه ال 5000 ل 6000 جنيه حاليا مستريح جدا. موبايلات بتقدم كل حاجه انت عايزها موجوده في موبايلات ال 4000 جنيه حاليا، زائد معالجات اقوى، تجربه كاميرات اقوى، وكمان تجربه شحن سريع وبطاريه افضل. قبل ما اقول لك اي حاجه على طول انزل اخبط زرار اللايك، كسر زرار الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة ام كي ريفيوز، والموبايلات المقصودة هنا في الفيديو هو ريلمي 8 وسامسونج A52. وقبل ما تتسرع وتقول الموبايلات ده اصلا سعرها غالب حوالي 6000 جنيه وكسور دلوقتي، انت ازاي بتذكر الموبايلات دي فات ال 4000 جنيه؟ فانا حابب اقول لك ان انا بتكلم على الموبايلات دي كسر زيرو. حاليا الريلمي 8 كسر زيرو سعره من 4 ل 5000 جنيه، وال A52 من سامسونج كسر زيرو برضه من 4500 ل 5200 5300 جنيه. وتعالى اقول لك ايه اللي انت ممكن تاخده لو رحت الموبايلات دي كسر زيرو، احسن بكتير من ما تشتري موبايل في فئه ال 4000 جنيه جديد. نقطه التفوق حرفيا بتبدا من نقطه الشاشه، وخصوصا مع السامسونج A52. لك ان تتخيل ان الموبايل ده حاليا سعره 5100 5200 كسر زيرو، وبيقدم شاشه اموليد فول اتش دي بلس 90 هرتز. كل الموبايلات اصلا الجديده الموجوده في فئه من 4 ل 5000 جنيه بتيجي بشاشه يا اما اموليد 90 اتش دي بلس زي ال 22، يا بتيجي بشاشه اموليد فول اتش دي بلس 60 زي الانفينكس نوت 11. فلو بصيت على السامسونج طبعا A52 هتلاقيه ممتاز جدا، وكمان الريلمي 8 بيجي بشاشه مش وحشه خالص اموليد 60 فول اتش دي بلس. نيجي بقى لاقوى نقطه الموبايلات دي بتتفوق فيها، هي نقطه الاداء. الانفينكس نوت 11 بيجي بميديا تك هيليو جي 88، مش وحش خالص، معالج كويس جدا، وده اقصى طموحك من 4 ل 5000 جنيه. اما بقى بالنسبه لل A52 والريلمي 8، ريلمي 8 بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 95، والسامسونج A52 بيجي بسناب دراجون 720. فرق شاسع ما بين الميديا تك هيليو جي 95 واقوى معالج اساسا في الموبايلات الجديده حاليا اللي هو الميديا تك هيليو جي 88. فلو انت شخص من الاخر كده بتاع العاب، ريلمي 8 من الاخر هيدلعك. اما بقى لو انت عايز بقى شاشه الاموليد 90 مع السوفت وير السلس الكلام ده كله مع تجربه العاب برده مش بطاله، ف 52 اختيار ممتاز. فلذلك الموبايلين دول بيتفوقوا قوي عن اقوى موبايل موجود حاليا جديد في فئه ال 4000 جنيه. اما بقى بالنسبه لتجربه الكاميرات، فالسامسونج A22 والانفينكس تجربتهم متواضعه جدا جدا جدا. اما بالنسبه للريلمي 8 والسامسونج A52 فدي موبايلات اساسا كانت في فئه ال 5000 جنيه قبل الزياده. ريلمي 8 كان 4000 وكسور اواخر ال 4000، والسامسونج كان في فئه ال 5000 جنيه. واحسن تجربه ممكن تاخدها لو بتفكر في تصوير هيكون السامسونج A52، فرق كبير بينه وبين اي موبايل جديد حاليا في فئه ال 4000 جنيه. فدي ثالث نقطه تخليك برضو تروح للموبايلات الكسر زيرو، هتبقى ممتازه جدا بالنسبه لك وصفقه كويسه جدا وكفتها اعلى فرق كبير. لو بصيت بقى على السماعات الاستيريو، فمش هتلاقي غير موبايل من الموبايلات الجديده حاليا اللي بيديك سماعات ستيريو، هو الانفينكس نوت 11. سامسونج A22 مفروض سماعات ستيريو، وانت عايز سماعات ستيريو وخايف تروح للانفينكس عشان مش ضامنه. عايز اقول لك ان A52 عادي جدا بيقدم لك سماعات ستيريو، مدخل 3.5 مللي عادي موجود، وبرده ريلمي 8 مفيهوش مشكله، بس الريلمي 8 سماعات مونو بس برده مازال ممتاز. عايز اقول لك ان الريلمي 8 والسامسونج A52 موبايلات نازله السنه اللي فاتت، يعني لسه البطاريه ما استنزفتش بشكل كبير. وانت لما بتيجي بتشتري موبايل اخره هيكون مستهلك 10 شهور 9 شهور، مش هيكون اكتر من كده، وفي موبايلات شهر شهرين وبتتباع او 3 شهور كمان. وايا كان لو انت جبت موبايل استخدامه بعيد بقاله 10 شهور او 11 شهر هتكون برضه البطاريه ما زالت ممتازه، والموبايلات دي بطاريتها بتقعد اليوم بدون اي مشاكل ما فيهاش اي حاجه. اقوى شاحن ممكن تسمع عنه في فئه ال 4000 جنيه جديد هو الانفينكس نوت 11، ده بيتوفر في الريلم عادي جدا ما فيهوش اي مشكله،
مشكله. اما بالنسبه للسامسونج اي 52 فالشاحن بتاعه للاسف 15 واط وبيدعم لحد 25 واط، بس هتشتري له شاحن منفصل. ولكن لو جيت حطيت الموضوع كله كباكج وكتوتال، عندك هنا شاشه اموليد 90 فول اتش دي بلس، افضل تجربه كاميرات موجوده حاليا من 4000 لحد 6000 جنيه بدون اي منازع ال 52، سماعات ستيريو مدخل 3.5 مللي. ولو انت مش عاجبك السامسونج فعندك الريلم 8 برضه مازال ممتاز جدا وبيقدم تجربه افضل بكتير من اقوى موبايل جديد موجود في فئه ال 4000 جنيه. فانا رايي ومن وجهه نظري انك تشتري دلوقتي الكسر زيرو، هيقدم لك اداء افضل وهيقدم لك باكج افضل وهيقدم لك قيمه مقابل سعر اكتر. وطبعا لو انت قررت انك تشتري موبايل من الموبايلات دي اللي هي الكسر زيرو او المستعمله، ففي الفيديو اللي فات على طول هتلاقينا حاطط لك شويه نصايح، لو اتبعت النصايح دي تقدر تشتري موبايلك المستعمل عادي جدا وما يطلعش فيه اي مشاكل ان شاء الله. هسيب لك برده اللينك هنا في الايه فوق. دي مقارنه حبيت اعملها كده ما بين موبايلات ال 4000 جنيه الجديده السنه دي وما بين موبايلات تقدر تجيبها السنه دي برده من فئه ال 4 ل 5000 جنيه كسر زيرو، عشان اوريك الفرق واوريك ان انت ممكن تكسب كتير وتاخد قيمه اكتر بكتير مقابل السعر لو انت اتجهت للموبايلات دي. فما تنساش بعد التعب والمجهود ده اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان اوصلك منه دايما كل جديد. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.